كوريا الجنوبية هي بلد التناقضات، حين تندمج التكنولوجيا الحديثة والتقاليد القديمة معا بشكل متناغم، مشكلان شيئا فريدا من نوعه. فكل رحلة إلى هذا البلد المدهش تكشف المزيد والمزيد من الأسرار التي لا تعد ولا تحصى. وهنا نعرض لك مجموعة مختارة من التناقضات الغريبة في كوريا الجنوبية والتي سوف تدهشك حقا. في كوريا الجنوبية يصنف أي شخص عند الولادة حسب فصيلة دمه، حيث يعتقد الكوريون الجنوبيون أن فصيلة دم الشخص تحدد نوعية شخصيته، وبالنسبة لهم يمكن أن يكون توافق فصيلة الدم معيارا مهما جدا عند اختيار شريك الحياة، حتى أن هناك شركات تختار لك الوظيفة التي تناسبك بناء على فصيلة دمك. الكوريون الجنوبيون مهووسون بشكل غير طبيعي بالبطاطا الحلوة، فإذا زرت هذا البلد سوف تجد هذه الثمرة في كل طبق تقريبا، سواء كان طبقا رئيسيا، حلوى، سلطة، رقائق بطاطس، بيتزا أو حتى خبز. تمنح الدولة دعما ماليا قدره 500 دولار للنساء الحوامل، فعلى سبيل المثال المرأة الحامل في كوريا الجنوبية تحصل على بطاقة ائتمان خاصة من الدولة تؤمن بها حاجتها الاجتماعية، كما يمكنها تحمل تكاليف الوضع والعلاج والمكملات الغذائية ومصاريف المولود بعد ذلك بسهولة. كما تمنح الحكومة الحوامل بعض المميزات الأخرى، منها حرية استخدام وسائل المواصلات العامة بسهولة، فمثلا بعربات المترو تكون المقاعد ذات اللون الوردي مخصصة للحوامل فقط، حتى يعلم جميع من بالحافلة أن هناك امرأة حامل بينهم، ومن هنا يجب الحذر في الحركة فيما بينهم حتى لا تتضرر. اعتدنا في عيد الحب على أن الأزواج والعشاق يتلقون الهدايا والمفاجآت في هذا اليوم من كل عام، ولكن في كوريا يختلف الأمر، ففي 14 من مارس والذي يسمى اليوم الأبيض هو يوم مقابل لعيد الحب، يقوم فيه الرجل بشراء الهدايا لحبيبته، ويجب أن تكون أفضل من تلك التي قدمتها الفتاة في يوم عيد الحب. وغالبا ما تملي التقاليد عليهم أن تكون الهدية 3 أضعاف سعر التي قدمتها الفتاة سابقا، وغالبا ما تكون هدايا بيضاء اللون، ولذلك يقال أن الفتاة الكورية الجنوبية هي الأكثر سعادة في عيد الحب. أما في 14 من إبريل أو اليوم الأسود، وهو يوم خاص لكل من لم يتلقى هدايا سواء في عيد الحب 14 من فبراير أو في اليوم الأبيض 14 من مارس، حيث يرتدي فيه الملابس السوداء من الرأس إلى القدمين، فهي ممارسة شائعة، وذلك للتعبير عن أحزانهم عن غياب الحب من حياتهم والذهاب لأكل الجاجانجميون أو النودلز الصينية، وهي عبارة عن مكرونة سوداء مع صلصة الصويا ومكعبات من الخضروات أو الأطعمة البحرية في بعض الأحيان. الرجال الكوريون الجنوبيون أكثر الرجال استخداماً لمستحضرات التجميل في العالم، إذ يستخدم أكثر من 30% من الرجال بكوريا الجنوبية بشكل منتظم تماماً كالنساء، كما ينفق السكان من الذكور بهذا البلد ما يقدر بحوالي 1 مليار دولار سنوياً على مستحضرات التجميل، ابتداءً من كريمات الأساس ومرطبات الجلد إلى الكريمات المضادة للشيخوخة. كما توجد برامج تلفزيونية متخصصة في مكياج الرجال، فإذا رغب الشاب في حضور مقابلة عمل رسمية عليه أن يستخدم المكياج للظهور بشكل مثالي وترك انطباع جيد لدى مديره. عمرك في كوريا الجنوبية سوف يكون أكبر من عمرك في أي بلد آخر بعام كامل، وذلك لأنه في كوريا الجنوبية يعتبرون أن المولود الجديد يبلغ من العمر عاما بالفعل. الكارثة أنه عندما تبدأ السنة الميلادية الجديدة بالفعل كل الشعب سوف يزيد على عام كامل، بمعنى أنه إذا ولد شخص في 31 ديسمبر فإنه بعد يومين فقط سوف يكون لديه عامان، حيث يعتقد الكوريون أن المواليد قد أمضوا 9 أشهر في أرحام أمهاتهم، وهو ما يقارب من عام واحد. يؤمن الكوريون بأسطورة تقول إذا نمت والمروحة تدور فأنت حتما ستموت، حيث من المتوقع أن المروحة سوف تعمل على خفض درجة حرارة جسدك لدرجة أنك قد تموت بسبب انخفاض درجة الحرارة، كما أن المروحة تدفع الهواء في الغرفة بسرعة كبيرة جدا مما يجعل من الصعب التنفس. الكتابة بالقلم الأحمر خطر، خاصة في كتابة الأسماء. إياك أن تستخدم اللون الأحمر في كوريا، لأن ذلك يعني أنك تتمنى الموت لمن تكتب اسمه بالأحمر. أكثر اسم عائلة منتشر في كوريا هو كيم بنسبة تتعدى 20%، وممنوع أي 2 عندهم نفس اسم العائلة أن يتزوجوا من بعضهم. كوريا الجنوبية من أكثر الشعوب خضوعاً لعمليات التجميل، وتنتشر الجراحات التجميلية بشكل واسع بين الشباب الكوري الجنوبي وخاصة بين النساء اليافعات،
حيث تخضع الكثيرات لجراحات تغيير شكل الأنف، وأدى الإقبال الهائل في كوريا الجنوبية على عمليات التجميل إلى انخفاض تكلفة هذه الجراحات، فهي أقل تكلفة منها في كثير من الدول الأخرى، كما أن العائلات الثرية تهدي أطفالها جراحات تجميل الجفن المزدوج حين يبلغ أبناؤهم 16، وذلك لتوسيع العين ومنحها مظهراً أكثر جمالاً. ففي الشوارع وغيرها من الأماكن العامة تنتشر الإعلانات التي تدعوك للخضوع لمشرط الجراح، وأن أحد أكثر الأشكال المطلوبة في كوريا الجنوبية هو الوجه على شكل قلب. وتقدر الجمعية الدولية لجراحات التجميل أن نحو 20% من النساء في كوريا الجنوبية خضعن لنوع ما من جراحات التجميل. لا يهتم الكوريون كثيرا بالفيسبوك، والكثيرون لا يملكون حسابات عليه من الأساس. هناك شبكة اجتماعية أخرى كورية خالصة يقضون أوقاتهم عليها، وهي شبكة سايوورلد، ولهم محركات بحث كورية مثل نافر ودام.